تعالوا مع بعض نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وكالعادة بنبدأ مع حضراتكم من محافظة القاهرة، هنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية، بعد تقاطع الكوبري هنلاقي كثافات بدأت تقل بشكل تدريجي ولكنها ما اختفتش، لسه مكملين لحد مستشفى العباسية، تبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد. نروح لشارع الموسكي، هنلاقي فيه سيولة مرورية في الوقت الحالي ولكن من المتوقع أنه يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. أما في شارع رمسيس في اتجاه العباسية فالشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، الكثافات دي بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة تعالوا مع بعض نروح محافظة الجيزة، شارع الهرم من بداية المستشفى في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي كمان كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي لشارع الهرم هنلاقي ان في شارع فيصل في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل واصلة لحد الطوابق، عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة بتبدأ تقل عند محطة التعاون ولكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، هنفضل مكملين لحد شارع الطيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، هنمشي شوية هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا بعض الكثافات النسبية، في كثافات نسبية ومرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الظروق الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط للرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 وأقل درجة حرارة في بورسعيد 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.